بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين إن شاء الله بإذن الله في الإبسود ده مع الودجت سبورت. يمكن نكون في الإبسود اللي فات تكلمنا عن يعني إيه ودجت وشوية ودجتس كده بسيطة. هنكمل إن شاء الله بإذن الله الحديث. طيب مش راح نبتدي بكاستم منيو لان المنيوز ان شاء الله باذن الله راح نجي لها في المنيوز. بمجرد ما احنا نخلص الويدجت هندخل دايركتلي على المنيوز. فهنبدا بايمج. الويدجت بتاع ايمج ده يا جماعه ومثلا انا هاخد الايمج ديت واحطها في الفوتر 1. طبعا واضح من اسمها ان الويدجت بتاع الايمج ده بيحاول يحط لي ايمج فيه. انا خليني اضغط مثلا على اد ايمج ويفتح لي اللايبراري ويختار مثلا رابنزل وانا حطيتها في فوتر 1. هبتدي اضغط اعمل سيف واعمل ريلود مثلا لو انا كنت حفظت ونزلت هلاقي ان رابنزل موجوده في فوتر 1. تمام اوكي. ديت الفكره في انك لما بتحتاج انك تحط مكان في صوره بشكل ثابت تظهر في اماكن مختلفه من الصفحات انت محتاج ايمج. من ثاني اهو بقول يا جماعه ما تحاولش. انا بشرح الكنترولز بس لكن في كنترولز كتير تاني. يعني انت تقصد تقول ايه؟ انا اقصد انك ممكن تكنترول في كل ويدجت معين يظهر في صفحه معينه او لا. ده هيجي في البلاجنز بعدين. انت ما تشتتش تفكيرك دلوقتي باني لا انا مش عايز صوره معينه تظهر في الكل. انا عايز صوره تظهر في حته وحته. لا انا مش عايز السايد بار يظهر في كل الصفحات. انا عايز السايد بار يظهر في صفحه وصفحه. لا الكلام ده بيحصل ببلاجنز والكلام ده. لكن احنا بنحاول نشرح الفاندمنتالز بس دلوقتي. تمام ده بالنسبه للايمج. الجانب الثاني بالنسبه انا مش راح احكي في ميتا بصراحه يا جماعه. ميتا وكاستم منيو الاثنين دول مش راح احكي فيهم دلوقتي. طيب البيجز مثلا خليني اخد البيجز المره دي واحطها خليني احطها فوق في السايد بار. طبعا في البيجز ده هيديني قايمه بالصفحات اللي عندي. عارف انت عندك كام بيج يعني. تمام السورت باي انت ترتبهم بالاوردر ولا بالبيج اي دي ولا بالتايتل. خلينا نقول بالبيج اوردر يعني مين قبل مين يعني. طيب خلينا نعمل سيف وخلينا نشوف كده. المفروض انها تظهر هنا تحت الاركايف ده الديفولت. فبيقول لي ادي البيجز عندي كونتاكت مي وجوه منها في صفحه اسمها تكست بدليل ادي كونتاكت مي جوه منها تكست وبعدين هوم الثانيه ديت انا ممكن احذفها بس ما في مشكله دي في المنيو يعني. ديت الفكره. فانت ممكن تكنترول برضو على البيجز. تمام كده خد بالك ان انت ممكن تحط في قائمه من ضمن القوائم اللي ممكن تكون ككنترول كتحكم وتوجيه يعني. ممكن تحط قائمه صفحات ممكن تحط قائمه كاتيجوري هات الامر اللي انت محتاجه اللي يخدمك انت يعني. بس فانت عندك ability انت عندك الفرصه بانك ايه يعني تضيف الصفحات دي. تمام اوكي نيجي عند الجانب الثاني ريسنت كومنتس ريسنت بوستس. خلينا طيب ماشي تحت البيجز كده مثلا نروح حاطين ريسنت كومنتس ودي قائمه باخر التعليقات. من الواضح انها اخر التعليقات. طيب لو انا عملت سيف ورحت عملت ريلود الاقي باني ادي ريسنت كومنت كان ادمن عمل كومنت على التعليم الالكتروني. جاست لو انا رحت على التعليم الالكتروني هلاقي الكومنت بتاعه موجود. يعني دي قائمه باخر التعليقات وانت عارف ان انت في التايتل ممكن تكتب ايه ممكن تكتب العنوان. يعني لو كتبت مثلا كلمه اخر عادي يا جماعه اخر التعليقات انا اظن انها بقت مفهومه شويه. لو انا كتبت مثلا اخر التعليقات هلاقي ان كلمه ريسنت كومنتس دي بقت اخر التعليقات. الكلام بتاع الخطوط ده الكنترول في الثيم. من تاني يا جماعه وان انا لو غيرت الثيم دلوقتي كل شيء في الموضوع ده راح يتغير. يعني احجام الخطوط الكلام ده القصص ديت من 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 ثيم لثيم على حسب الكنترولز اللي بيديها لك هو. فخلينا نمشي مع بعض سنه سنه وهنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نجاوب على الاسئله اللي في بالك يعني. بس يعني كل حاجه ان شاء الله باذن الله في وقتها. ده بالنسبه للريسنت كومنتس. الجانب الثاني كان بالنسبه للريسنت بوستس خلينا نحطها تحت ريسنت كومنتس زي ما في ريسنت او فوق ماشي مش مشكله. ده بالنسبه للريسنت بوستس يعني انت عايز قائمه باخر التدوينات مش بس التعليقات. يعني هو بيقول لك ريسنت بوستس ادي بوست 2 3 ريسنت كومنتس ادي كومنت ادمن عمل كومنت على مش عارف ايه والكلام اللي بالك فيه. ده بالنسبه للفرق ما بين الريسنت بوستس والريسنت كومنتس والبيجز. نختم الحديث بحاجه سهله زي السيرش. طبعا انت اخدت بالك ان في سيرش فوق يعني. ف
اذا كنت اذا كان السيم ده ما بيديلكش الابيليتي انك تحط سيرش، فانت ممكن تحط سيرش تحت، يعني خلينا نحطه فوق البيجز مثلا، كانه مثلا نقول ابحث، قول السيرش انجن ده محرك داخلي، محرك داخلي في الموقع او في المدونه او في الكونتنت مانجمنت سيستم، يعني بيحاول يدور على الحاجات اللي موجوده اوريدي، طبعا ملوش دخل بايه، مش بيسيرش بره يعني، لا لا هو سيرش ان انجن، ابحث في الموقع او ادي السيرش، هو طبعا نفس السيرش بس طبعا الفرق في اني دايت في ايه حبه جافا سكريبت او في تاثير من مكتبات جافا على ما اظن، فبس ديت الفكره في انك ممكن تكتب السيرش. جيد، نرجع كده بسرعه اللي احنا اتكلمنا عنه، اتكلمنا عن الايمج واتكلمنا عن recent comments recent posts والبيجز والسيرش، تقريبا في حدود خمس ويدجتات ممكن بيهم تعمل يعني تضيف حاجات مختلفه. مكملين ان شاء الله باذن الله في الابيسود اللي جاي ستيل ان ويدجتس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.